مرحبا، معكم رنين من جديد ببرنامج من القائل. اكيد كلكم بتحبوا الافلام العربيه، شوفوا هالمقطع، ركزوا منيح وقولوا لي مين الممثل اللي عم بيحكي. أنيسة اشجان، لو سمحتي عايزك تترجمي الكلام اللي هقوله ده حرفيا لسياده الخليل. اوكي. عاوزك تقولي له ان بعد المجهود الخرافي والشاق اخيرا قدرت اتوصل الى اكتر 5 اشخاص شبه ادهم. انا هعرضهم عليه دلوقتي واخليه يشوف صوره. بكيتشر ناو ريجارد لا، وانت تشوز منهم. اوكي خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بسم الله ما شاء الله. شغل يا نو 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 جو باك لا. مش عاجبينه ولا ايه؟ ده احنا دخنا عقبال ما جبناهم. مسيو قال ايه فوتر اوبريسيون؟ اي دون نو، اي نو شور. دي اول ساك. بيقول لحضرتك ولا واحد فيهم نافع، كلهم لا مؤاخذة شمال، ايه القرف اللي انتوا جايبينه ده؟ هو مش خبير تجميل ولا ايه؟ ما هو كده مش فاضل غير ان انا اجيب له ادهم نفسه. اي هاف تو جو تو تايلاند. عرفته؟ ممكن يكون أو مثلاً أو حذرته؟ أوكي، إذا حذرته أرسلوا رسالة على الأرقام التالية لتربحوا معنا موبايل هواوي أسبوعياً وجوائز أخرى، أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني التالي. كانت معكم رني ودولتشي، استنوني بالحلقة الجاي. باي.